المسيح قام حقا قام المسيح قام حقا قام المسيح قام حقا قام ونحن شهود على ذلك. أبائي الأجلاء مبارك الاعترافات بهاليوم العظيم. إخوتي المباركين أبناء الإيمان بالمسيح يسوع الحي القائم، شهدوا الرسل على قيامة يسوع، دونوا جعلوا مرأة يسوع بعيون، نص مدون مكتوب تقرأ كل الأجيال، هو البشرى السارة، هو فرح اللقاء بيسوع، هو الإنجيل إيفانجيليون باليوناني، بشرى سارة وخبر عظيم. هالخبر يسبق خوف، والخوف منه ارتعاب، هو مخاف الله، هو خوف جاي عن اندهاش عظيم من رؤية وجه الرب يلي بلش يتجمع في الكتاب المقدس والتقليد وفي الوحي الإلهي وكشف السر وفهم في قيامة المسيح بالنور من بين الأموات. ببرية مدين بسفر الخروج تراءى الرب لموسى، قال له موسى من أنا؟ شايف بشر كثير على وش الأرض اللي عم نشوفه أعظم منهم، من أنا؟ ما اسمه؟ جاوب الله أشر يهدي أشر، أنا هو الذي هو، ما لا تعرف مني، روح بلغ بالرسالة اللي أنا أمرتك فيها، أخرج الشعب من العبودية. فخرج الشعب من العبودية إلى العبادة. نحن بالعهد الجديد قال لنا يسوع لستم بعد اليوم عبيدي بل أنتم أحبائي، العبد لا يعلم ما يفعل السيد، أما الذي يعلم تجسد الله وصار إنساناً وبموته ردنا إلى مجدنا الأول، أعادنا إلى السماء، تنشوف وجهه، تنعرف اسمه، وتنزل له ونسبحه إلى داخل الكون. هاي المسبحة كمل سفر الملوك، خبرنا قصة مع إيليا النبي، ما انفهمت إلا على ضوء القيامة، تقرينا العهد القديم على ضوء العهد الجديد، فهمنا من هو إله إيليا العظيم. أمر الرب لإيليا قال له اترك الأرض يلي أنت موجود فيها وروح إلى لبنان، إلى أرض الكنعانيين، إلى أعرق مدننا في لبنان، إلى مدينة بين صيدا القديمة صيدون كنعان، عقدنا اسمنا كلنا نحن الكنعانيين، والى صور المدينه العظيمه على المتوسط، مدينه بيناتهم اسمها سربتا، اليوم صرفنت. بعث الله ايليا وقال له هونيك في ارمله، عند ما وصل لها مات ابنها قدامه لايليا، طلع ايليا روحه، طلع جسمه، طلع كيانه الكامل، سجد في العلية أمام الرب ونفخ في الصبي، فعادت روحه إليه، أحيا إلي ميت من الموت، أقاموا أحياه من عنا بلبنان بالصرفان بسربتا. تعجبت هالأرملة كيف امتلي هالولد، بعد فهمنا أن إلي صرخ لإلهه وحده يسوع المسيح الحي إله الأنبياء باسمه، أقام إلي قبل المسيح ميت من عنا، ما قدر هو يقوم، هو رفع المركبة إلى السماء إلى رب الأرباب وسيد السادة
ورأس الجنود السماوية. فباسم الإله الحي عادت روح الصبي إليه، أحياه إليه بالاسم يلي اليوم عم نسجد لإله ونسبحه، هو الاسم الذي أعلى من كل الأسماء، له تسجد كل ركبة في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض. هو اسم يسوع إلهي مخلصي، هو اسم المسيح الذي مسح من الآب وأرسل إلى العالم، هو المسيح الظافر القائم من الموت. قبل قيامته في أرض أورشليم اسمه أقام ميت عنا بقدرة علوه العظيم ومن خلال إيد إلي النبي نبيه. ورجعنا إلى أرض مؤاب، إجا تلميذ من بعد إلي، إليشاع، مارليشاع، مات مارليشاع، راحوا تيدفنوه، دفنوا بالأرض. غزاة مؤاب كانوا كل سنة يجوا يعتديوا على الأرض، مات رجل آخر جايبينه تيدفنوه، هربوا من غزاة مؤاب، قالوا كيف بدنا نوصل، لاحقيننا الغزاة، ما رح نسترجع نوصل إلى المدفن. فتحوا أول مدفن وحطوا فيه الميت، تارب هالمدفن موجود إليشاع، المكان له كم يوم ميت مرليشاع. عندما مست يد الميت بجسم إليشاع قام الميت ومشى. ليشاع هو ميت، أقام ميت، هلا باسم المسيح الحي القائم من الموت يلي هو رأس الأنبياء وهو إله إليشاع وإله إليا. أقام الميت، هو ميت، فإذا مع المسيح أحيا، لأن المسيح هو الحي الدائم إلى الأبد. إليا صارت بأرضي، عجيب. إليشاع صارت في أرضي ورجلي، وحد أرضنا وفي أرضنا. إجوا الرسل من أرض ورشلين بعد ما مريم المجدلية خبرت يوحنا، ويوحنا خبر بطرس، وانطلقت البشارة، عرفت مدننا وعرف شرقنا وعرف العالم أن المسيح قام، حقا قام. وتم المزمور 67، ليقم الله، ليقم الله، ليقم الله، ويتبدد أعداؤه أمامه، فإن الرب عظيم. هكذا قام الله، فقام يسوع مثل ما بيقولنا القديس بولس، هو الذي أقامه الله الآب من القبر وأجلسه عن يمينه وجعله سيداً ورباً ومسيحاً، باسمه اعتمدنا. قربانه بنتناول بمغفرته منا، مغفرة الخطايا، كرماله منعيش، مثل ما قال بولس الرسول: مات المسيح كي لا يحيا المؤمنون لأنفسهم، بل يحيوا للذي أقامه الله الآب من أجلهم. هذا فرحنا وعزنا وفخرنا، نعيش إيماننا بالمسيح القائم ونحققه بحياتنا اليومية. فبشري أرض المقدمين، عرين الموارنة، عاصمة أرض الرب، حامية وادي أديشة، وادي القديسين، عرفت المسيحية على الطريقة المارونية من فم الرسل ومن مساك وقديسين. قرأت الكتب المقدسة، فحصتهم، تمحصتهم، سجدت للمسيح الحي القائم، وقلت له عندي ثلاث أسس بعيشهم، وهودي فريضة أساس إلى دهر الدهور. أساس أول عاشوه أبائنا، مولى إلهم، للذي قام من أجلهم، حولوا الجلال والصخور إلى جلال خصبة. هيك شهد عنا الكاردينال ميسلان النمساوي، وقال: شفت الموارن المسيحيين في بشري وأراضيها ومنطقتها وشمالها وأرزا وديها، حولوا الصخور وأكلوا منها محبة باللقام من بين الأموات، قاوموا المماليك والعثمانيين وغيرهم، وصمدوا وربحوا الأغليين الحرية والإيمان، وما هربوا ما
ما رجعوا إلى الوراء، حطوا أمان عيونهم المسيح الحي القائم وقالوا له فيك منكون قائمين كل يوم، فيك منكون واقفين خاشعين ساجدين لإلك وحدك، من طقطق رأسنا وقدامك وحدك ونسجد على ركابنا. فصمدوا وبقيوا موجودين. وهذا يلي فينا نحن نعيشه يوميا ونحقق القيامة فيه، قد ما أرضنا منحبها بمحبتنا ومنبذل فيها دمنا وعرقنا ومنعيش فيها، منربي عيالنا هون، منعمل أدنى شغلة وأبسط شغلة فينا نعيش منها ونعيش عائلات، وما منصير نفتش عن اكتساب العيش الكريم والأموال الكتيرة يلي نحن منموت وهي بتبقى. فكل مال وكل محبة للمال وكل ما هو بغير الضمير منتركه منه لإلنا ومنعيش بعرق جبيننا ومنربي عائلات 5 و6 و10 و12 وأكثر، ومنقول عيشناهن بنعمة القائم من الموت. فأمام القائم من الموت نصمد بوقعنا ونبقى بجبلنا ومنثبت إجرينا بقلب الأرض يلي وجدنا المجد الرب المسيح فيها، ومنثبت إيماننا بالمسيح القائم خلال عائلاتنا المسيحية بزواجنا. كل يوم منقول لإسمك أيها المسيح خدنا خط الحياة تنعيش ونربي عائلة. بقوتك يا أيها المسيح بصوبانك السبع المنصرون على العجل والمهدل في من ربي عائلات. قد ما عزب الزوج الزوجي وقد ما عزب الزوج الزوج قد ما يشد عمل الوحدة والمحبة، لأنه عنا أولاد ربيون ويكونوا مع الباي والأم ويكونوا محظوظين بالعائلة حتى لما قال الجيران والناس فيوجه الآب الذي في السماوات. بارك الله بكل من عايش بيتعب بيقول له بيوتك يا أيها المسيح القائم، قيمني على الشغل، قيمني على الإنتاج، قيمني على كتب الشغل، تعيش بيتي على جبيني القائم من الموت. لك المجد أيها القائم من دهر الدائرين.